هذا الشرط يقول حكم مباراة كيتف من طرف لاعب خربوش. أوغندا كاب جميلة المحاولة أوغندا كاب هدف أوغندا كاب عملية 1-2 من روعة بمكان. هذه كرة ديال اللاعبين اللي واثقين في نفسهم. لاحظوا أوغندا كاب تمرر وبالكعب على الطريقة البرازيلية. زياتيك هي كرة جميلة لأوغندا كاب. أوغندا كاب كيراوغ الحارس دانيال وبكل سهولة تضيف الهدف الثاني لفريق الرجاء في الدقيقة 13. إذا 2-0 شجاعات كبيرة ديال قرابة 5000 متفرج اللي كتحضر هنا في المركب ديال العربي الدولي مدينة الدار البيضاء في المباراة ديال الدور الأول لمنافسات كأس عصبة الأبطال بين ممتلكو